سبعة وخمسة، وتقريبا هي سفينة واحدة بس اللي موجودة على كام مركب صغيرة يخت، و تقريبا كده في طريق الخروج، والهوتيل بتاع أوديسا ورانا بظهرنا. ديت المينا بتاعت أوديسا، بنصح كل الناس اللي عايزة تيجي أوديسا وتزورها إن هي تيجي المينا هنا. قلنا الدخول مجاني في المينا، ما بيحتاجش رسوم، لكن لو جايب عربية بتدفع رسوم للباركينج بتاع العربية، الباركوفكا يعني، و الدنيا تمام، مش حد هيكلمك، محدش منعك من التصوير، صور براحتك، متعملش أي مشاكل مع أي حد، مش حد ليه دعوة بيك، أنت هنا في دولة أوروبية محترمة. مش إشكال، لكن هي غلطة بقى. المفروض إن أديسا بتتمتع بجو حار، وللأسف في أواخر شهر خمسة ولا في حرارة ولا في نيلة. في حاجة مهمة جدا 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 للناس اللي معاها الطيارات، الدروني، تحذير ممنوع الدرون، ممنوع. زبرشون زبرشون وإيتا ممنوع، يعني ممنوع تصور بالدرون. طيب ليه الطوب ده عاملينه هنا؟ السبب ان هم عاملين الطوب ده عشان قلت المراكب اما بتيجي بترسى بيبقى لها المرسى الخاص بتاعها زي ما انتم شايفين كده، فعشان حالات الهرب اللي بتبقى ممكن جاية على المراكب، في الضباط الإداريين والضباط اللي تابعين للمينا البحري الأوكرانية بيعملوا كنترول للستاف، واللي واخدين فيز وتأشيرات يدخلوا أوكرانيا من غير مشاكل. قلنا الحاجة الوحيدة الممنوعة الدرون، غير كده كل حاجة زي الفل. تصور، محدش هيكلمك ولا حد هيعمل لك أي حاجة. الخلفية بتاعتنا، وأجازة سعيدة للناس اللي جاية تزور أوديسا سياحة، وللناس اللي جاية تزورها سياحة برضك. السلام عليكم.